السبب الحقيقي الذي جعل كولوبالي يوافق على الانتقال لتشيلسي. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، لكن خلونا في البدايه ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناه. وقع مدافع منتخب السنغال كولوبالي على عقد طويل الامد مع تشيلسي يمتد حتى يونيو 27، وسيحصل على راتب سنوي قيمته 10 مليون يورو في الموسم، وهذا ما جعله يوافق على الرحيل عن نابولي الذي وعده بمنحه 6 مليون يورو سنويا. وطبعا مع الفارق بين عرض تشيلسي وعرض نابولي كانت الغلبة لنادي تشيلسي. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.